السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة، أسعد الله جميع أوقاتكم. هذه المحاضرة الثانية في موضوع الدراينج بروسيس. سوف نذكركم بالمحاضرة السابقة حيث تم شرح عملية التجفيف وما هو الغرض من هذه العملية، وكذلك أهم استعمالاتها واستخداماتها، وأيضا الفرق بين عمليتي التجفيف والتبخير. تم تعريف بعض المصطلحات التي تنتمي إلى عملية التجفيف، أهمها الموتشر. أيضا تم شرح أهم العوامل التي تتأثر بها عملية التجفيف. في هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نتابع شرح عملية التجفيف لدراينج بروسيس. أمامكم اللي هي كلمة درايرز وتعني المجففات أو أجهزة التجفيف، حيث يوجد أنواع كثيرة تستخدم على نطاق واسع في جميع الأغراض للتخلص من الرطوبة الزائدة. Definition of dryers. The dryer is an equipment or machine that removes liquid, عادة ما يكون water, from material بها نسبة من الرطوبة، يطلق عليها اسم wet solid, to obtain dry material اللي هي مواد مجففة، يطلق عليها dry solid, by using وسائل للتخلص من هذه الرطوبة، عادة ما تكون الهيتينج اللي هي الحرارة، ويوجد وسائل أخرى مثل اللي هو الانفراريد والديسيكيتور، لكن المستخدمة غالبا في جميع الصناعات الدوائية في المجففات هي وسيلة اللي هو الهيتينج. يوجد تصميمات كثيرة تنتمي إلى أجهزة التجفيف. سوف نقوم بشرح الأجهزة طبعا التي تستخدم في التصنيع الدوائي للحصول على الأشكال الصيدلانية الصلبة ذات الثباتية المطلوبة والعالية، وذلك عن طريق التخلص من رطوبتها باستخدام اللي هو المجففات. Types of dryers. يوجد تقسيمات كثيرة لأجهزة التجفيف، حيث هنا تنقسم أجهزة التجفيف حسب الـ volume of materials to be dried، أي حسب كمية المواد المراد تجفيفها، إلى قسمين. أمامكم 1 batch dryer، 2 continuous dryer. 1 batch dryer تعني أجهزة التجفيف المتقطع، يعني 1 feed. Examples: a tray or shelf dryer, vacuum tray dryer, tumbling dryer, a freeze dryer, a fluidized bed dryer, وأخيرا infrared dryer. بينما 2 continuous dryer وتعني أجهزة التجفيف المستمر multi feed. Examples: turbo shelf dryer, الدرم دراير، سبري دراير، فلاش دراير، روتري دراير، وأخيرا تانيل دراير. سوف نقوم بشرح هذه الأجهزة بالتفصيل في هذه العملية. سوف نشرح النوع الأول من أجهزة التجفيف باتش درايرز، أجهزة التجفيف المتقطع، وأيضا تسمى small scale dryers. سوف نعطي أمثلة على هذا النوع: 1 tray or shelf dryers، أفران التجفيف ذات الرفوف، ويطلق عليها أيضا اسم hot air oven، حيث أن هذه المجففات تكون شائعة في المصانع الدوائية وكذلك في المخابر المختلفة. تقسم هذه المجففات إلى قسمين
وذلك حسب الضغط الذي تجري تحته عملية التجفيف. واحد أتموسفير تري درايرز، أفران التجفيف الهوائية. اثنين فاكوم تري درايرز، أفران التجفيف تحت الضغط المنخفض. القسم الأول أمامكم أتموسفير تري درايرز، حيث أن هذا النوع من المجففات يعمل تحت ضغط الهواء الجوي دون الاستعانة بالمضخات التي تخلق الفراغ. من خواص هذه الأجهزة الأدفانتج أنها بسيطة ورخيصة. الديس أدفانتج لهذه الأجهزة أمامكم واحد ريكواير لارج فلور سبيس، أيضا هاي ليبر كوست، وكذلك لونج دراينج تايم تصل إلى 24 ساعة، وأخيرا يوزد فور ثيرموستيبل أولي، لا نستطيع أن نستخدمها للثيرموليبل ماتيريال. الشريحة القادمة سوف نقوم بشرح الكونستراكشن والأوبوريشن. أتموسفير تري دراير، أولا الكونستراكشن كما هو مبين أمامكم بالشكل، يتكون هذا الجهاز من عدة أجزاء أهمها: واحد للتشامبر، عبارة عن حجرة أو حيز ذو جدران سميكة تحتوي على مادة عازلة للحرارة مثل مادة الإسبستوز. اثنين تريز، رفوف مثبتة داخل هذه الحجرة. ثلاثة فان، مروحة هوائية مثبتة بداخلها من أسفل، مروحة تختلف سرعتها وذلك حسب الحاجة لخلق تيار من الهواء داخل الجهاز. أربعة الهيتر، مصدر للتسخين مثبت بداخل الحيز على جانبي الجدران. ثانيا الأوبوريشن، it operates by passing hot air over the surface of wet solids in the tray. Thermal efficiency of air is improved by recirculating the air over the heaters. يدخل الهواء من مدخل جانبي بتأثير المروحة الموضوعة في المدخل وتسمى air inlet إلى الجهاز كما هو مبين أمامكم، حيث يمر على مقاومات هيترز ترفع درجة حرارته وتزيد من قدرته على حمل الرطوبة، ثم يمر الهواء بعد تسخينه على الرفوف، حيث أنه عند مرور الهواء على الرفوف تتبادل المادة محتواها من الرطوبة مع الهواء الساخن المار عليها، وهكذا يتابع الهواء تسخينه ومروره على كل رف حتى يخرج من فتحة في أعلى الجهاز تسمى Air Outlet. الشكل الذي أمامكم يمثل أحد التصميمات الحديثة لجهاز أتموسفير تري دراير، ويستخدم كما أسلفنا كثيرا في مصانع الأدوية كما هو مبين أمامكم بالرسم البياني. علاقة بين درجة الحرارة المقدمة وكمية الرطوبة المفقودة في كل رف من رفوف الحجرة داخل جهاز التجفيف، حيث تكون درجة الحرارة من الهواء الساخن المار على الرف الأول أعلى، لذلك يتم فقد المادة لمحتواها من الرطوبة أكبر. الرف الأول أمامكم يرمز بAB، ثم تقل في الرف الثاني CD، وهكذا نواصل النقصان كلما اتجهنا إلى الأعلى. القسم الثاني من التري دراير ويطلق عليه فاكوم تري دراير، أجهزة التجفيف ذات الرفوف تحت الضغط المنخفض.
تعتبر هذه الأجهزة جيدة التوصيل للحرارة بفضل تصميمها وكفاءتها، وبالمقارنة مع النوع الأول أتموسفير تري دراير، حيث يتصل جهاز التجفيف بمضخة يطلق عليها اسم بام تفرغ الهواء من داخل حيز الفرن، حيث يصل الضغط بداخلها من 3% إلى 4% بار. نتيجة لذلك يصبح غليان الماء داخل هذا الحيز من 25 إلى 30 ديجري سنتيغريد. ولتحسين كفاءتها أيضا تم إضافة وتوصيل بعض الأجزاء الهامة إلى هذه الأفران، منها The oven can be closed by a door. The oven is connected through condenser and liquid receiver to a vacuum pump. وأخيرا the condenser is placed between oven and pump من أجل protect vacuum pump from condensate وأيضا to recover the solvent. كما هو مبين أمامكم شكل الفاكوم تري دراير الأوبوريشن، توضع المادة الرطبة المراد تجفيفها على الرفوف، ثم يشغل الجهاز بحيث أولا كما ذكرنا يفرغ الهواء من داخل الحيز بفضل البم، ثم تقدم الحرارة إلى داخل الحيز حيث تتجه الحرارة إلى الرفوف ويتم تسخينها، ثم إلى المواد الرطبة لنزع الرطوبة منها. ملاحظة: في هذا الحيز تكون درجة الحرارة متساوية على جميع الأرفف نظرا لانخفاض الضغط داخل هذا الحيز. نتيجة لذلك وفي النهاية نحصل على منتج متجانس في احتوائه للرطوبة على جميع الرفوف. Advantages of vacuum oven: تستعمل أفران التجفيف تحت الضغط المنخفض أيضا للمواد الحساسة للحرارة، كما تستعمل في حالة المواد التي تتأثر بوجود أكسجين الهواء مثل الفيتامينات والهرمونز. بالإضافة إلى ذلك تتمتع هذه الأجهزة بميزات أخرى تتمثل في سهولة جمع ما تحتويه المواد المجففة من سوائل طيارة في المكثف المستخدم فيه مثل السولفنت. وأيضا تستخدم هذه الأجهزة للمواد الثمينة والحساسة، وذلك لأن تكاليف استخدامها تكون أكبر من الأفران الهوائية العادية نظرا للتفريغ الهوائي فيها ولطريقة التسخين المعقدة التي تطبق لها. يوجد تصميمات كثيرة لجهاز الفاكوم تري درايرز. أمامكم تصميمان حديثان لهذا الجهاز، حيث أنهم يستخدموا على نطاق واسع في مصانع الأدوية. المثال الثالث تامبلينج درايرز، أجهزة التجفيف المتحركة الهابطة، ويطلق أيضا عليها اسم ميكسو درايرز، حيث أن هذه الأجهزة لها وظيفتان two processes: واحد mixing for solid materials، اثنين drying. يوجد نوعان من التصاميم لهذه المجففات حسب الضغط المطبق عليها. النوع الأول تعمل تحت الضغط الهوائي، النوع الثاني يعمل تحت الضغط المنخفض. من خواص هذه الأجهزة
وخصوصا التي تعمل تحت الضغط المنخفض تعتبر moving bed dryers، لذلك has a short drying time من ساعتين إلى 3 hours. The final product has a granular shape. A normal charge is 60% of total volume. وأخيرا used for mixing as well as drying كما ذكرنا سابقا. أولا الكونستراكشن كما هو مبين أمامكم بالشكل، فإنه يتكون من 1-2 cones joined to each other at the bases of them. 2 jacket مزود هذا الوعاء بغلاف heated by steam. 3 axis محور أفقي. The axis of rotation is centrally located on the double cone container. وأخيرا البمب، حيث أن هذا الوعاء متصل بمضخة لتفريغ الهواء وتقليل الضغط الداخلي. 2 الأوبريشن. Enter the wet materials to be dried through the double cone container and turn on. نقوم بالتشغيل ثم نبدأ بالدوران. 2 reduce the pressure inside the container by the action of pump. 3 passing the steam through the jacket. 4 في النهاية سوف نحصل على المادة بصورة متجانسة مجففة من المسحوق. ملاحظة، يجب أن لا يزيد كمية المادة المراد تجفيفها عن 60% كما أسلفنا من حجم الوعاء في هذا المجفف. المثال الرابع Fluidized bed dryers، مجففات الجملة المعلقة، ويطلق أيضا عليها اسم Mixo dryers، أيضا عبارة عن Moving bed dryers. تعتبر هذه المجففات من الأجهزة الهامة جدا لعملية المزج والتجفيف، وذلك لأنه يوجد good contact between a warm drying air and wet particles. The principles، مبدأ عمل هذه الأجهزة، إذا أرسل تيار من غاز أسفل كتلة من المواد الصلبة بسرعة هي أكبر من سرعة ترسيب أجزاء المادة الصلبة، فإن هذه المواد ستعلق جزئيا في التيار، فبتأثير الدفع فإن المواد الصلبة سترتفع قليلا لتعود إلى قاعدتها، ومزيج المادة الصلبة والغاز يكون على درجة كبيرة من المرونة بحيث يتخذ شكل الحيز الذي تعلق فيه معطية زاوية الأنجل أوف ريبوز تساوي 0. أمامكم أشكال كثيرة متماثلة للفلوتايزد بيد دريرز، سوف نقوم بشرح أحد هذه الأشكال. الجهاز الذي على يمين الشريحة، أولا الكونستراكشن التركيب، يتركب جهاز الفلوتايزد بيد دراير من عدة أجزاء، أهمها 1 vertical cylindrical اسطوانة رأسية مثبت بداخلها عدة أجزاء، أما الجزء السفلي عبارة عن 2 perforated vessel وعاء مثقب من أسفل، حيث أن هذا الوعاء مغلق من أعلى بواسطة 3 نايلون باجز. النايلون باكس يسمح بمرور البخار عبره بينما يمنع ويعيق خروج المسحوق الناعم جدا من خلاله. وأخيرا مزود هذا الجهاز من أسفل بمصدر للتسخين عبارة عن الهوت ستيم أور إنرت جاز. ثانيا الأوبوريشن،
place the material to be dried in the perforated vessel. 2. The hot air is allowed from the bottom upward at sufficient velocity through perforated vessel containing the solid material to render the solid suspended in the air. وأخيرا, at the end, the resultant material behaves like fluid and will be dried. مزايا وخواص الفلودايزد بيد دراير. لهذه الأجهزة مزايا كثيرة في هذه الشريحة التي أمامكم تختلف على الطرق التي سبق ذكرها. منها 1 short drying time، فهي أسرع بحيث يتم التجفيف خلال مدة قصيرة جدا من 20 ل 40 minutes. 2 less floor space. 3 uniform temperature through the oven. 4 بالإضافة إلى مزايا التجانس في التجفيف وسهولة الاستخدام والتداول. 5 the final dried product is free flowing spherical in shape. وأخيرا في المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نكمل موضوع الدراينج بروسيس. وفقكم الله ودمتم بعز وسلام.